الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ بسلسلة دروس مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي. وموضوع درسنا اليوم هو صفحة 93، موضوع نظارات الدبي أبي فهد. سأقرأ الدرس وانتبهوا للحركات. نظارات الدبي أبي فهد. الدبي نظارات الدبي أبي فهد. جاءت الدجاجة الصغيرة تركض برجليها الصغيرتين إلى بيت العم الدب أبي فهد، وطرقت الباب ونادت: يا عمي يا أبا فهد، هل تريد أن تخرج للنزهة في الغابة؟ في الغابة أشجار وحيوانات وطيور كثيرة. ففتح العم الدب أبو فهد الباب قليلا وهز رأسه وقال: يا أيتها الدجاجة، لا أقدر أن أخرج للنزهة لأنني ضيعت نظاراتي. قالت الدجاجة: لا تحزن يا أبا فهد، سأفتش لك عن نظاراتك. ذهبت الدجاجة الصغيرة تركض حتى جاءت إلى الدبة أم غزيلان وأولادها الدببة الصغار غزيلان وكحيلان وسعيدان، فقالت لهم وهي تبكي: لقد ضيع المسكين أبو فهد نظاراته، وهو لا يقدر بعد الآن على أن يخرج من بيته للنزهة. فقالت الدببة الثلاثة الصغار كلهم مرة واحدة: لا تبكي أيتها الدجاجة، لا تبكي يا أيتها الدجاجة، لنذهب فنفتش عنها. فذهبوا وفتشوا عنها هنا وفتشوا هناك وفتشوا في كل مكان فلم يجدوها. فقالت لهم أمهم الدبة أم غزيلان: لا تبكوا يا أولادي، تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان فلعله يقدر على أن يجدها. ذهب الجميع إلى الكلب حديدان فقال: أنا أفتش عنها. ذهب الكلب وفتش هنا وفتش هناك. هل وجد الكلب النظارات؟ وبعد قليل رجع الكلب يركض ويصيح: وجدتها، وجدتها. ركض الجميع فرأوا النظارات في يد حديدان ففرحوا فرحا عظيما، ثم ذهبوا إلى بيت الدب أبي فهد. فقام الدب أبو فهد وفتح الباب قليلا قليلا، ولما رأى النظارات قال: هذه ليست نظاراتي، فهذه النظارات حمر ونظاراتي خضر. وبينما هم واقفون جاءهم صبي اسمه حمدان وسألهم: ما بكم؟ فأخبروه بما جرى. نظر الصبي حمدان إلى الدب أبي فهد وأخذ يصيح بصوت مرتفع، فغضبوا وقالوا له: لماذا تضحك؟ فأجابهم الصبي حمدان قائلا: إن الدب أبي فهد لم يضيع نظاراته، انظروا إلى رأسه تروا النظارات عليه. فمد العم الدب أبو فهد يده إلى رأسه فوجد نظاراته. ضحك الجميع ضحكا عاليا، ضحكوا كلهم على حال العم الدب أبي فهد لأنه نسي نظاراته على رأسه. وضحك العم الدب أبو فهد على حاله وخرج معهم للنزهة. أبناء التلاميذ، الآن ننتقل إلى التدريبات. التدريب الأول: اختر الجواب الصحيح. من ضيع نظاراته؟ الدبة أم الدببة أم الدب؟ الجواب هو الدب. من وجد النظارات؟ الدبة أم الكلب أم الصبي؟ أحسنتم، الصبي. ثالثا: ماذا يدعى الدب؟ أبا سعد، أبا حمد، أبا فهد؟ أبا فهد. من عنده رجلان صغيران؟ الكلب أم الدجاجة أم الدب؟ الدجاجة. التدريب الثاني: اقرأ ثم أكمل. ديك أحمر، دجاجة حمراء، كلب أبيض، كلبة بيضاء.
مطلوب من عندكم تكملوا لي باقي التدريب. فقط قعدنا الآن نأشر الكلمات اللي هي مطلوبة للإملاء. نلزم قلم بيدينا ونأشر الكلمات. أول كلمة عندنا برجليها. الكلمة الثانية للنزهة. والثالثة هز رأسه. ضيعت نظاراتي. نذهب إلى الصفحة الثانية أم غزيلان أبو فهد. فهد أبو فلعله فرأى. والصفحة الرابعة رأى سألهم. ومن الصفحة الأخيرة فأجابهم ورأسه رأسه. هذه الكلمات المطلوبة للإملاء. وعليكم أبنائي واجبكم أن تكفون الدرس زائد حفظ الكلمات هذه اللي بيها الإملاء زائد كتابتها في دفتر التقوية. شكراً.